تشهد أسواق الذهب تقلبات مستمرة نتيجة لعدة عوامل، منها الأحداث العالمية والقرارات الاقتصادية. وللاطلاع أكثر على أوضاع أسواق الذهب وتأثيرات قرارات الفيدرالي الأمريكي على المستثمرين، للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي الأستاذ إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول. أهلا بك سيدة إيمان في نشرة أخبار الثامنة. وشهدنا ارتفاعا قياسيا في الوقت السابق في أسعار الذهب، ما هي الأسباب التي دفعت لهذا الارتفاع؟ وهل هناك توقعات بالوصول إلى 3000 دولار للأونصة؟ على الأقل هناك تقديرات اليوم ب 2750 ربما. يا هلا، مشكورين وايد على استضافتي تلفزيون البحرين، سعيدة جدا أني أكون معاكم مرة ثانية. وبالنسبة للذهب، للأسف ما زالت الحروب والصراعات في الشرق الأوسط في زيادة حاليا، وعدم اليقين بظروف الجيوسياسية اللي قاعد يصير هو السبب الرئيسي في دعم صعود الذهب باعتباره ملاذ آمن. طبعا بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ممكن بعد يضيف بعض الضغط لدعم صعود الذهب على المدى الطويل أكيد، لكن على المدى القصير ممكن نشوف بعض التراجع وتصحيح في أسعار الذهب الجنونية الحالية. حتى أمس شفنا شوية تصحيح ورد صعد اليوم مرة ثانية. أكيد ارتفاع أسعار الفائدة شنو تسوي؟ تقلل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك اللي ما تدر عوايد، فيقومون المستثمرين يتجهون لأمور ثانية أكيد. وبالنسبة حق الاحتياط الفيدرالي، المسؤولين صاروا أكثر حذر لما يناقشون خفض أسعار الفائدة، كأنه شيء صعب أنه هو يصير في الوقت الحالي. بعدين صدر تقرير من بنك أوف أمريكا يدعم هالكلام، ويقول أنه ممكن ما نشوف أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى شهر مارس 2025. يعني إحنا عندنا تقريبا سنة من الحين ممكن ما ينزلون أسعار الفائدة، وفيها ظروف كل السيناريوهات متوقعة. يعني إحنا دائما أقول حق عملائي خليك مع الاتجاه، لا تتوقع. شفت الذهب صاعد تبي تستفيد منه، ممكن أن أنت تشتري، لكن أنت لا تتوقع أن أي انخفاض فجأة، لأن هو كل ما كسر قمة جديدة قاعد يروح للقمة اللي بعدها، فممكن أن إحنا نكون حذرين في هالظروف.